لكن الأمور مع الشاهنية ومنصورة لم تصدر الأوامر لا على منصورة ولا الشاهنية. تحرك بن زيتون، انطلق بن زيتون، ولكن بن مروشد يغادر بالناموس، يغادر بالفوز، يغادر بالانتصار بدون أي أوامر. حركها بن مروشد ليقدم الناموس، ليقدم الفوز لشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، الشعار الأزرق الجميل لون السماء والبحار يعود من جديد. وبن مروشد محمد بن سعيد أقدم لك التهنئة على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني مع المركز الأول لهجن الرئاسة علي بن جميل الوهيبي في التضمير. بن زيتون مع الشاهنية، محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، وكم بن جميل غادر بالفوز بالانتصار مع العنود. وحرك بديعة والشاهنية مع بن زيتون، أين يتجه الفوز ما بين الإخوان المضمرين؟ السلام رياسي، التحية رياسية، بن زيتون ولكن خليفة الشاطر الظافر بن جميل مع بديعة أبدع بن جميل. تهانينا لهجن الرئاسة، تهانينا للجميل علي بن جميل الوهيبي. شاهين والزعيم، شاهين الآخر لهجن الرئاسة، هنا السرعة تبدو مشاهدينا الكرام. الانطلاق يحلو، الرقص بدأ يبدو. شاهين مع البوليمايل، مع الظافر علي بن يميل الوهيبي، الزعيم هنا لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، محفوظ بن خميس الينيبي. الأمتار الأخيرة، الحوار الثنائي، صراع الأقوياء، صراع الأبطال بشعارات هجن الرئاسة، بشعارات أصحاب السمو الشيوخ. شاهين وصل، انطلق مشاهدينا الكرام، بدأ يتقدم، بدأ يسير إلى مقدمة الشوط، إلى الناموس. المهندس هو من خطط للناموس، المهندس بهندسته الممتازة، بهندسته للنواميس، بهندسته للفوز والانتصار. المهندس معك يا أبو ليمايل، تهانينا. والناموس لهجن الرئاسة مع الظافر علي بن يميل الوهيبي، أسعد الله مساك يا أبو ليمايل يا أبو سعيد على هذا الفوز. المركز الثاني شاهين لهجن الرئاسة، تهاني لأحمد بن مايد الخيري. المركز الثالث الزعيم اسمه الشيخ ذياب بن محمد بن زايد، هي المركز. وايضا هنالك شعارات هجن الرئاسة القادمة لمن الناموس، لمن الفوز والانتصار. وايضا شعار منصورة وصل على المركز الرابع، ولكن بن زيتون المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، ما شاء الله تبارك الرحمن، انطلق شاهين يرتدي هذا الشعار العملاق، شعار مؤسسة هجن الرئاسة، المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. لله درك يا المجازف ينتزع الشوط الرئيسي للزمول المهجنات الأصايل. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة وللمجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري على فوز شاهين بالمركز الأول. المركز الثاني شاهين أيضا اسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة مروشد. المركز الثالث وصل هداج من نجد الرئاسة علي بن جميل الوهيبي. المركز الرابع الزعيم اسمه الشيخ ذياب بن محمد. الشعار العيناوي في هذه اللحظات، الله يا سلام، شوفوا من القادم، احترام، وصلت احترام، قادم احترام،
لهجن الرئاسة بقيادة علي بن يميل الوهيبي، ولكن العين على البداية لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان. محفوظ يا محفوظ، يالله يا أبو ناصر، يالله يا الزعيم، على البداية هلولة، احترام على المركز الثاني، العين صامدة، احترام والعين، احترام والعين، عجبان والشاهينية، ولكن العين على البداية هلولة، العين على الصدارة المية متر الأخيرة، العين العين دار الزين هنا مدينة الخضرة والجمال، العين العين لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد نهيان، محفوظ بن خميس ألي نيبي هناك أيضا، الزعيم الزعيم، مشكور يا أبو ناصر على البداية هلولة. المركز الثاني العجبان لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد نهيان، أيضا جمعة بن عتيق رميث المركز الثالث. الثاني من هجن الرئاسة علي بن يميل الوهيبي على المركز الثاني، بينما وصلت العين على المركز الثالث هناك بشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان. سلام، بدأ العرض، بدأ الانطلاق، بدأت زعفرانة 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 زعفرانة، هي على الصدارة، هي على المركز الأول، تقدم لنا هذا الأداء الشاهنية في المحاولات الجادة، وصلت العين ولكن زعفرانة زعفرانة على الصدارة، زعفرانة على المقدمة من هجن الرئاسة وعلي بن يميل الوهيبي. حاضرا حاضرا، تهانينا والناموس إلى هجن الرئاسة، والتهانية إلى علي بن يميل الوهيبي، بينما المركز الثاني شاهنية من هجن الرئاسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، ثالثا مراكز العين بشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان بقيادة محفوظ بن خميس النيبي، رابعا وصلت شاهنية من هجن الرئاسة، وخامسا شرارة وصلت من هجن الرئاسة على المركز الخامس. إذا ما شاء الله مهدي هجن الرئاسة هذا الفوز، مهدي هذا الانتصار والناموس، مشكور يا محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، ولكن الزعيم وهملول وشاهين، ولكن شاهين وشاهين، والزعيم الزعيم الزعيم وشاهين، شاهين والزعيم الزعيم شاهين شاهين الزعيم، قدمنا يوسف، نشوف إبداع، نشوف رقص، ما شاء الله وتبارك الله، شاهين شاهين الزعيم الزعيم شاهين الزعيم شاهين الزعيم الزعيم وشاهين شاهين شاهين الزعيم، الأمتار الأخيرة شاهين الآخر بن زيتون، أما الزعيم الزعيم وشاهين شاهين الزعيم الزعيم شاهين الزعيم شاهين 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 الزعيم 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 وبالفعل زعيم. مشكور يا محفوظ بن خميس النيبي، تهانينا والناموس لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الهي، والتهاني محفوظ بن خميس النيبي المركز الثاني. ولكن عودتنا إلى المقدمة، إلى الصدارة، إلى الانطلاق الأول والاندفاع الأول، شاهين من أجل الرئاسة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، المركز الثاني أيضا شاهين من أجل الرئاسة خلفان بن خصيبة الظاهري، الأربعمائة متر الأخيرة والخطيرة لمن الناموس لمن الفوز والانتصار، شاهين من أجل الرئاسة المجازف المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، يعرف طرق النواميس جيدا، شعار هجن الرئاسة يقدم لنا شاهين أيضا مجازف، يتابع هذه التحديات محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، تهانينا تهانينا والناموس، لحظات وصول شاهين إلى خط النهاية معلن الفوز والانتصار، المركز الثاني أيضا شاهين من أجل الرئاسة خلفان بن خصيبة الظاهري، المركز الثالث الزعيم لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان المركز. والمركز الأول هنا الشاهنية من هجن الرئاسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، ولكن تحركت أيضا هملولة من هجن الرئاسة مع الظافر علي بن يميل الوهيبي على المركز الثاني، تقدم الظافر تقدم الظافر، وتحركت الشاهنية من هجن الرئاسة على المركز الثالث هناك مع محمد بن عتيق بن زيتون، ولكن الصدارة الصدارة ما بين
بين هملولة وما بين هملولة، وأيضا هناك هملولة والشاهنية واللحظات الأخيرة. الشاهنية مع الرياسة وهجنها، ومع المضمر المجازف محمد بن عتيد بن زيتون المهيري. راح بن زيتون بالإبداع والفنون ليقدم لنا هذا الإبداع. تهانينا والناموس لهيق الرياسة، وتهانينا محمد بن عتيد بن زيتون المهيري ثاني المراكز هملولة من هيق الرياسة علي بيب. هجن الرئاسة، الرئاسة وهجن زعبيل تهاجم المركز الأول، المركز الأول. ليلة للزعماء ليلة للعين، ليلة بإذن الله تعالى يتوج فيها الزعيم العيناوي، بطل لآسيا. ذكريات عام 2003 نتمنى أن تتكرر في عام 2016 لنهني المقام السامي سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وولي عهد الأمين بو خالد ومنصور بن زايد سيدي ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان ورجال زايد ورجال آلي مكتوم ورجال الإمارات. بإذن الله تعالى الفرحة عينوية إماراتية خليجية عربية. تحدياتنا وصلت الشاهنية من هجن الرئاسة ومحمد بن عتيج بن زيتون هو حاضرا بهذا الانطلاق. اذا بن زيتون على المركز الثالث، نعود الى المركز الاول، نجد بن زيتون نتقدم مع الرئاسة وهجنها. طارت الشاهنية، بدعت الشاهنية، تقدمت الشاهنية، تحركت الشاهنية. يا باي هذا الابداع، 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 التميز. اذا هناك مع المركز الاول الشاهنية، والعين تاتي بالمركز الثاني، العين بشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان. ولكن خلاص الرئاسة بن زيتون الرئاسة مع المركز الاول، ولكن العين خلاص العين هي مع المركز الاول. تهانينا والناموس لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، والتهنئة الى محفوظ بن خميس النبي. عيد هنا على بداية هذا الشوط، سلام رئاسي للعاشقين والمتيمين والمتابعين لهذا الشعار. سلام بوسعيد سلام أيضا على البداية هلولة، على الصدارة هلولة. هناك أيضا تحديات شاهين، جولة الأوامر، لا يحتاج إلى تعليمات مثل هذه النوعيات المميزة الذي يقدمها هذا الشعار. سلام لهجن الرئاسة، سلام لشاهين، سلام على البداية هلولة، على الصدارة هلولة. ما إن شاء الله، صلوا على النبي على هذا العرض الجميل والمميز على بداية هذا الشوط. تهانينا والناموس هناك أيضا على هذا الفوز. وسلام بوسعيد سلام على الصدارة المركز الثاني. وصول من شاهين لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد النهيان المركز الثالث. هناك ايضا شاهين لهجن الرئاسة المركز الرابع. شاهين عوض بن مبارك المهيري، يا ترى لمن الفوز؟ الثلاث اللي بهنزان اللقاء، ثلاثه من زمول المهجنات. الرقص والاوامر، صدرت الاوامر، الاقلاع بدا يبدو، الرقص بدا يحلو مع سن الكبار. ثلاثه مثلث ذهبي تشكل بالفعل هنا بلون الفوز وبلون الناموس والانتصار. المثلث الذهبي هنا مع الامتار الاخير
الكبيره. يا سلام يا سلام، شوط الختام. شاهين شاهين مشاهدينا الكرام، وشاهين الاخر هنا، شاهين هجن الرياسه. لمن الفوز يا ترى؟ لمن الناموس؟ لمن الانتصار؟ شاهين والزعيم شاهين، ولكن شاهين ما سلم الصداره، ما سلم المهمه. اشكرك يا العامري، اشكرك يا ابو سهيل على هذا الفوز والانتصار. هنا من قدم سهيل بن سالم بن سهيل العامري، تهانينا والناموس لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسم، والتهنيه لسهيل بن سالم بن سهيل العامري. اسعد الله مساك يا ابو سالم. المركز الثاني شاهين الهجن الرياسه، التهنئه للمجازف في المركز الثالث.